بسم الله، هنبدأ نتكلم بعد حل المشكلات أو problem solving. هنبدأ نتكلم عن الفلو تشارت، وهناخد منها ثلاث أنواع من الفلو تشارت. أول نوع هو السيمبل فلو تشارت. المثال الأول بيقول draw a flow chart for a program that will calculate the sum of two numbers entered by the user and display the result. يبقى البروجرام بتاعنا هيعمل ثلاث حاجات: calculate the sum of two numbers، نفترض ان هما A و B مثلا، entered by the user and display the result. يعني هنعمل input to الرقمين، وبعدين هنعمل كالكوليت نحسبهم، وبعدين display ولا او print result. اوكي، هنعرف المشكلة. ال output بتاعنا هو sum of two numbers، هنسمي sum ده زي ما هو واضح هنا، هنسميه c. ال input the first number A, second number B. ال solution ان C بتساوي A زائد B. خطوات البداية start، وبعدين ادخل الرقمين enter the number A and B performing the sum of two numbers by equation C بتساوي A زائد B. هنحسب المجموع اللي هو C، ودي ال equation بتاعتنا، وبعدين هنطبع المجموع برين C. ادي الفلو تشارت بدأ برمز ال oval ك start، وبعدين رمز ال input parallelogram enter او read، اقدر اقول read او اقدر اقول get اي او input، اي لفظة من التلاتة تغني. بعد كده رمز البروسيسنج اللي هو الريكتانجل، اللي هو بيقول اجمع او احسب المجموع، calculate the sum c equals a plus b. وبعدين في اخر مرحلة اللي هي printing او output the sum، هنطبع المجموع اللي هو output sum او print sum print c. وبعدين النهاية end. to construct a flowchart، عشان نعمل flowchart we should consider the following. هاخد بالنا من الحاجات اللي جاية دي. the flowchart should start، هتبدأ بالرمز ده symbol of the oval، تبدأ بيه وتنتهي بيه طبعا، ويسموه غالبا بيسموه terminal، هو بيرمز ل terminal او طرفية. A B C are variable names. ده مش ان ال A و B و C دي متغيرات بتشير الى اماكن محجوزة في الذاكرة. The equation C بتساوي indicates the sum of two values. اوكي ماشي. المثال الجاي draw a flowchart for a program that will compute the average and product of three numbers. يبقى البروجرام ده هيحسب حاجتين، ال average وال product ل three numbers. هنعمل تعريف للمشكلة، نشوف ايه المشكلة بتاعتنا. define ال output بتاعنا the average of the three numbers، هو حسبهم سماهم هنا x y and z. وال output الأولاني اللي هو average هنسميه average، وال output التاني اللي هو ال product
يسمى برضو برودكت اسمه، يبقى الاوتبوت الافريج، مش افريج بس، وهنا نسي يكتب and the product and the product of the three numbers. الانبوت three numbers x y and z، السولوشن افريج بيساوي x plus y plus z all divided by 3، مقسومين على التلاتة، and product equal x multiply y multiply z. هذه المعادلتين بتوعنا اللي هنحل بيهم. البداية start read the values of three numbers x y and z. The average equals x plus y plus z all divided by 3. Product equals x multiply y multiply z. Print the average and the product. هذه الخريطة، هذه البداية وآدي النهاية. Start and end. Read x and y and z. Average equal، وهذه المعادلة بتاعتها، product equals، وبعدين دي طبعا منساش ان ال processing from rectangle، ال input وال output from parallelogram. وهذه الخريطة امثلة سهلة جدا. المقصود بال simple flowchart ان هي مجموعة خطوات متتابعة على نفس الخط، يعني متتالية، ما فيش فيها اي عمليات تانية، خطوات متتابعة بنعملها بننفذها مرة واحدة and done. يعني solving the first degree، ده example آخر. solving a first degree equation، معادلة من الدرجة الأولى، y equals 3 multiply x plus 2. هذه المعادلة بتاعتنا. طيب لما نيجي نعمل definition لل problem، ال output the value of the variable y، تغير y، input the value of x، متغير x، solution compute the value of variable y from the equation y equals 3 multiply x plus 2. remember طيب عموما التعبير اللي هو مقول y تساوي equals x multiply 3 plus z مثلا، ده بسميه statement او assignment statement. ليه بقى؟ لان الجملة دي بتخصص القيمة دي الـ value دي للمتغير ده. لما اقول له z equals 3، يبقى انا بخصص القيمة الـ value 3 للـ variable z، عشان كده بنسميها assignment statement، جملة تخصيص. في الجملة دي بيبقى في الطرف الايسر in the left one variable، في الطرف الأيمن ممكن يكون أكثر من variable، ممكن يكون تعبير حسابي زي اللي احنا شايفينه بقى، اللي هو بيساوي مثلا z بتساوي، بدل ما بتساوي قيمة مجردة زي التلاتة، بتساوي مثلا x plus y plus m مثلا. يبقى عندي أكثر من variable في الطرف الأيمن، ده اللي بيقصده في الـ the expression of the left side of any equation should contain only one variable but the value of the variable will be the output or the solution of equation. the expression في الطرف الأيمن بقى right contain values of arithmetic expression، يعني تعبير حسابي one or more variables، هيبقى فيه أكتر من متغير. هنيجي للمعادلة، خطوات الحل والفلو تشارت بتاعة المثال اللي هو حل معادلة من الدرجة الأولى،
start وبعدين enter the value of variable x، دخل قيمة المتغير x ونحسب قيمة ال y من ال equation y equals 3 multiple x multiply x plus 2 ونحسب ال output بتاعنا، نخرج القيمة يعني، وادي start وادي end، input x y equals 3 multiply x plus 2 وبعدين print y. Write down the algorithm and draw the flow chart. نقرأ مع بعض. Write down the algorithm and draw the flow chart to compute the area and the perimeter of a rectangle whose length and width are known. ونعمل حسابنا bearing in mind that the equation of the area، هذه ال equation اللي بتحسب ال area، وادي ال equation اللي بتحسب ال perimeter. area equals L multiply W، طول العرض، طول في العرض، المحيط بيساوي 2 multiply L plus W. هنا بنلاحظ ان هو لما جه يعبر حسب القيمة area equals، اختار اسم المتغير بان هو بيعبر او reflect القيمة بتاعته، بيعبر عن القيمة او معنى المتغير. البريميتر بيعبر عن المحيط او البريميتر. فلو مثلا هحسب قيمة درجة الطالب اللي اقول اللي هي بتساوي مثلا degree equals كذا زائد كذا بلس كذا، يبقى degree بتعبر عن المتغير درجة اللي هو درجة الطالب. لما نيجي نقول definition، ال output اللي هو area and perimeter of the rectangle، ال input L اللي هو length and W اللي هي width، طول العرض بتاع ال solution ان ال area equals L multiply W perimeter equals 2 multiply L plus W. ده كل المطلوب. احنا كده عملنا definition للبروبلم. flow chart الالجوريزم بيقول واحد start، اتنين read the value of L اللي هو ال length، W اللي هو ال width، تلاتة calculate the area equals L في W، ال perimeter equals 2 multiply L W. الخطوة الرابعة print أو output كل من area و perimeter، نرسم خط تدفق start، وادي خطوة الإدخال ال input parallelogram، ودي الخطوة اللي هنحسب فيها وبعدين خطوة ال output، طبعا ده rectangle، وبعدين ال end. طيب start هنا هقدر اقول مثلا input L and W، هنا اقول له area equals L multiply W، ال perimeter equals 2 multiply
L plus W. هنا Brent area فاصل كم perimeter، وهنا نهاية الخريطة end. Write down the algorithm and draw the flowchart of to calculate the number of years, bearing in mind the number of months is known. يبقى هنا المستخدم هيدخل عدد الشهور والبرنامج هيحسب عدد السنين. طب ازاي هنحسب؟ لو انا عندي 40 شهر دول بيساوي كم سنة؟ بيساوي 40 divided by 12. يبقى هقوله number، خليها باختصار number number of years equal number of months divided by 12. نحسبها definition نعرف المشكلة الانبوت يساوي الانبوت الانبوت ام اللي هو عدد الشهور، اوت بوت اللي هو واي اللي هو نمبر اوف years 3. solution in y equals m divided by 12. طب نقول الخطوات، 1 start، 2 read the number of months, 3 calculate the number of years y equals m على 12، 4 print y، 5 end. هنرسم الخريطة. start read من أسهل الأمثلة اللي ممكن تقابلك في السامبل flow chart rectangle parallelogram تاني كرمز الـ output وبعدين نهاية الخريطة. المحتوى بتاعنا بيقول start ابدأ الخريطة get أو get m اللي هو عدد الشهور y equals m divided by 12. هنا اقول له print y، هنا اقول له end. دي امثلة على السيمبل فلو شارت. وفي المرة القادمة ان شاء الله هناخد القرار او تفرع قدمه لكم باسم